اللي في مصيبة ولا لا؟ في مصيبة. أنا بصراحة بدي غسل تولد جوا. روح أنت هلأ جيب لي الوراق، دبرهم للوراق. بس أنا ما بعرف أقرأ. ده شو بدي أعمل فحص فيهم؟ وراق وراق محطوطين بمغلف أزرق. هيدا واحد نصاب، صدقي لك مليون مرة، شيل مصرياتك من عنده وفل. ما فيه يعمل شيء، أنا عم قلك. ماريا، اسمي ماريا. ماريا، مازن. أنا ما بغلط، في بنت. توني البوس جاي لعندك يخزل عين اليوم. شو عم تعمل؟ أنت شو عم تعمل بشركتي؟ كيف بتخليه ياكل لك راسه؟ كيف بتخليه يقرط لك الشركة؟ شباب صديق وشفيق. صديق وشفيق ما غيره؟ بتلاقي لي شي واحد مش سامع فينا؟ بدك يانا نسرق اوراق إلك من شركتك إلك؟ ما الشركة هي كل مصرياتي، يعني أنا بلا الشركة ما بسوى شي، ها؟ ولا مليم. ما في شي حيلا غلطة بالوراق فينا نستعملها؟ بتعرفي غريبة كتير الطريقة اللي تعرفنا فيها على بعض؟ في كان فاتورة بعدها من أيامك بالشركة. رح ردها للشركة. أنا بشتغل مع الرئيس طوني. إيده اليمين. Good for you. لا بالعكس. أنا مبسوط كتير. وصار عمرك 100 وشوية يعني. أنا عمري 60 ونكسة. شكلهم كانوا يعملوا لك عيد ميلادك سنة قاسم تاني لا.